اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا في هذه المحطه. اليوم راح نتعرف على ضيفه مميزه، يعني عندها مجموعه من الهوايات المختلفه، من الكتابه، الرسم والتطريز. هيك جبت لنا يعني مجموعه من اعمالها. بنرحب بحنين حج حسين. اهلا وسهلا فيك حنين. اهلا، يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. وانت بخير حنين. نتعرف عليك بالبدايه. انا حنين حج حسين، عمري 16 سنه، طالعة على صف 11، بدرس في مدرسة نظامية بيت حنينة، وأنا من سكان القدس. جميل جميل. كيف كان العيد أول شيء؟ العيد هلا والعودة إلى المدارس، هيك مستعدة؟ يعني ماشي حلو. طيب جميل. حنين، يعني مثل ما حكينا بالبداية عندك أكثر من هواية، وهيك احنا تحت الهواء كنا نحكي قد ايه جميل الأشياء اللي بترسميها واللي بتنسجيها. كيف بلشت معك هاي الهوايات، وخاصة انه اكثر من شيء يعني، واكثر من شيء بس بشكل متقن يعني عم تنجزين؟ بالنسبة للرسم، من وانا صغيرة من صف اول هيك شو كنت بحب ارسم اشياء من الكتب المدرسة، اشياء بشوفها على التلفزيون. بعد لما صار عمري 12 سنة هيك شيء بديت اطور حالي، صرت اقرا كثير روايات، صرت احب ارسم شخصيات اللي بتخيلهم واشياء زي هيك، صرت اطور بحالي. يعني بتحبي ترسم الاشياء من الخيال ولا بتحبي تنقلي الاشي؟ يعني مثلا في ناس بيحبوا بحطوا اشي قدامهم برسموا زيه، فاهم علي؟ وفي ناس بيعملوا الاشي من الخيال، طبعا من الخيال اصعب. بفضل انا من الخيال، علينا الاشياء بيكون صعب، ما بطلعش زي اللي بدي اياه، بس بتعود مع الوقت. بالضبط، كثير حلو. كيف طورتي حالك في هذا الاشي؟ يعني كمان عم نشوف الاشي مميز ومختلف. صح. الالوان اللي نوعيه، جوده الاشي كمان مختلفه عن الاشي اللي شفناه سابقا. خبرينا. الفضل بيعود لي ابوي، هو كان يضل يدور لي على اغراض الرسم الكويسات ويشتري لي اياهم، فكل شيء برجع له. هو بيجيب لك الوان معينه، بدور، بيروح، بتاكد من النوعيه وكل شيء. اكيد نوجه له تحيه. دائما دور الاهل يعني. صح. داعم، بيظهر الموهبه اكيد طبعا. اذا الاهل كانوا داعمين للابناء بيطلعوا عندهم هذا الشغف والحب اصلا اكثر للموهبه بتاعتهم. غير والدك الله يخلي لك اياه، مين كمان دعمك في هذا المجال؟ امي وغيرهم من القرايب وصحباتي والمدرسه كثير كمان دعموني، خلوني ادخل بمسابقات. خبرينا عن المسابقات ومشاركاتك. يعني في عندك لوحات مثلا مشاركه بمعارض؟ اخذوهم اللوحات. يلا مسابقه. لسه المسابقة ما طلعت نتيجتها؟ لا طلعت، بس اللي رسمت البسلمه يوم المسابقة ما بيرجعوا ليش، ما بعطونيش. بتزعلي عليهم؟ بعرف صح. بس اصورهم. الواحد هيك يعني انتاجه يعني بحس انه خلص بحب يحتفظ فيه يعني. قطعة ثمينة. مزبوط. يمكن لانه انا هيك كنت يعني اجمل الرسمات اللي رسمتها بتذكر انها خلص راحت، انوجدت بالمدرسة او ظلت يعني بمعارض معينة. بس لازم الواحد يحتفظ بصورة على الأقل. طب احكي لنا كيف بلش موضوع النسيج، يعني بتعمل أشياء هيك؟ صح. إمي كانت تنسج على سنارتين، وكنت أشوف إنه الإشي حلو هي عملها بتنسج، فصرت أتعلم منها، وبعد صرت أتعلم على سنارة. فرجينا هذه كمان، زي عروسة هذه بتتعلق. أوكي بتتعلق هي. أحلاها. فهي علمتك ال. وكنت اعمل لصحباتي هدايا واعطيهم، فهم حبوا الشغل وصاروا يطلبوا مني اشتغل لهم اشياء. وقديش ياخذ منك وقت يعني هذا مثلا عشان تعملي زي هاي العروسه؟ قعدت ايام حتى ما اخلصها. بتستمتعي بهذا الشيء؟ ايش بتحبي اكثر، الرسم ولا النسيج؟ بفضل الرسم اكثر. واضح انه تفضل لانها جابت بجوز اربعه من هدول وباقي رسم. طب يعني حنين الرسمات كمان بلاحظ انك انت كمان بتختاري ترسمي الاشياء الكرتون، خلينا نحكي صح؟ مش الاشياء اللي اكثر فيها يعني شوي يعني تختلف، اللي هي ورد والالوان كثير 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 حلوه. وانت كمان بتغلفيهم عشان تحافظي عليهم؟ ما تبهت الالوان. يعني وكمان اذا اجى عليهم مي او شيء يضلهم يحافظوا عليها. كثير حلوين. ليش بتحبي تركزي اكثر على الكرتون؟ انت بتفضلي يعني ترسمي كرتون اكثر؟ بحب عشان شخصيتي المفضله. شخصيتك المفضله تكون تعابير وجههم، اشياء بحب ارسمهم، خلص احلى من الطبيعه بحسهم. على فكره احنا اول ما بنبلش نرسم واحنا صغار كنا نبلش نرسم هذا الوجه،
اللي هو العيون هذه صح، لانها سهله مش سهله كثير طبعا زي هيك انا بس يعني اسهل من من الشيء الطبيعي الحقيقي لانه اذا بدك تعمل حقيقي بدك تكوني كثير دقيقه انك تطلعي نفس الشكل. بتجربي حنين تعملي احيانا برسم ناس تحكيكيين بخاف ادخل بالحرام عشان الشيء حرام. بس بترسمي مثلا من خيالك يعني اشياء طبيعيه عادي احيانا برسمهم بس ما بديش ادخل انا كثير بالحرام. طيب حنين كمان انت بتكتبي يعني في عندك اشياء يعني اشياء قصصيه بتكتبيها؟ قصص قصيره احيانا. مره كتبت مسرحيه للمدرسه مثلوها اشياء زي هيك. حلو. هذا اكيد بده ثقافه وقراءه. فانت كمان قارئه صح؟ يعني كل قديش مثلا بتقرا كتاب؟ تقريبا خلال اسبوع بكون مخلصه كتاب واحد او اكثر اذا كنت بقدر على حسب حجم الكتاب. حلو. هذا الاشي بيساعدك اكثر في الرسم وفي بنمي يعني اشياء ثانيه خلينا نحكي بصير اتخيل اكثر. فلما اجي ارسم تصير صوره الرسمه بعقلي اوضح. كلما اتخيل اكثر خلاص كانها قدامي بحس الرسمه. حلو. خصوصا الروايات كمان تخليك يعني طبعا. هي بتعمل خيال يعني بتنمي الروايات الخياليه بحب اقرا احسن. زي ايش اخر شيء قراتي؟ بحب انا روايتي الخيميائي كروايه خياليه بحبها كثير. طبعا اكيد يعني هي واحده من اهم الروايات يعني روايه عالميه صحيح لجابرييل غارسيا ماركيز. قديش كمان يعني رغم انه عندك هذا التوجه الادبي والفني بس انت ناويه تروحي علمي خبرتينا شو الفكره او شو طموحك خلينا نقول يعني مع انه ما بيتعارض. وتالا كانت زعلانه كثير انه ما كانت تاخذ حصص الفن يعني. والله كنت ازعل عشانها علمي وانا كمان انا بحس انه الفن شيء يعني ليش الفن مش لازم يخدم العلمي يعني بس لازم أدبي. تركز انت عندك مسؤوليات انه انت لازم بس تدرسي يعني ممنوع الرياضيات والفيزياء والهذا بس بالعكس يعني حصص الفن شيء كثير مهم وجد مش لازم حدا يعتدي عليها بمارسها بالدار. لكن انت ناوية تروحي علمي بس شو ناوية تكملي مثلا؟ لسه مش مقررة بالضبط بس بفكر اني ادخل فنون جميلة. طب ليه اخترتي العلمي؟ بحب الرياضيات شاطرة بالرياضيات والفيزياء يعني زي تالا دخلت بالاخر دخلت اعلام مع اني درست علمي يعني. وانا يعني بس انه هذا مش غلط يعني صح. انا بقول دائما بضيف ودائما في شخصياتنا في جانب فني في صح. جانب علمي مش لازم الواحد يخسر اي شيء من هاي الجوانب. بالمدرسة كمان كيف بتكون ردود فعل المعلمات خلينا نقول صحباتك لما بيكون في دائما معرض او شيء بيجوا بنادوكي طوالي علي بيجوا بيحكوا لي المعلمات خاصة بمدرسة النظامية شعفاط كنت فيها كبال شكر بعطيها شكر كثير كانت تدخلني بكثير مسابقات اي مسابقة كانوا المعلمات يجوا لي طوالي يخلوني ادخل فيهم. كمان مرشدة المدرسة كانت تطلب مني اني ارسم لها اشياء بلوحات و مشاريع على المدرسة كانوا يساعدوني. والطلاب وصحباتك بيطلبوا منك رسمات خاصة مثلا هدايا معينة؟ كانوا يطلبوا مني. واخوانك يلا اذا لمساتهم طلبوا لا ترسم الاخوتها يعني هلا فتحتهم على يعني دائما بكون عنده موهبه بحس انه هو يعني مسؤول عن مسؤول كل انا كنت ارسم لكل اولاد الصف بعرفش ليش كانت مسؤوليتي يعني خلص ما هم بيستلموا الواحد اللي بيكون شاطر يعني. حنين احنا كثير مبسوطين فيكي وبنحب دائما انه هيك يعني نشوف هذا الابداع وندعم دائما يعني الصبايا والشباب اللي بيكون عندهم موهبه. احكي لنا انت يعني كيف بتنظمي وقتك يعني دائما بتحسي عندك وقت مثلا كل يوم انك ترسمي او كل يوم انك تعملي شيء معين يعني هيك فني ولا لما بنطلب منك للرسم؟ لا مش كل يوم مش دائما بيجولي افكار حلوه اجي اقعد ارسم. فانا عندي قاعده كل يوم اني ارسم اي شيء سواء خربشات لمده ربع ساعه عشان اضلني انمي بموهبتي ما اوقفش لفتره. هاي قاعده يعني عندي. حتى الكتاب بيقولوا يعني انه لازم الواحد يضل يكتب مثلا بشكل مستمر عشان يتعود. يعني انت ممارسه مهمه صح. عندك ثلاث مواهب خلينا نحكي الرسم والاشياء النسيج وكمان الكتابه. اي واحده بتفضلي اكثر؟ الرسم والكتابه اكثر شيء.
طيب والكتابة أنت يعني ممتاز أنك أنت عم بتنميها بالقراءة وهذا، يعني بتحسي أنه عندك كان تجربة مثلا بإشي مسرحي بتحبي أنه تكملي في هذا الموضوع، خاصة أنه هذا المجال مش كتير ناس عم بكتبوا فيه كمان؟ فاحتمال أني أكمل فيه. في ناس مثلا بدعموكي او بتحسي انه يمكن بدك تاخذي دورات تطوير في هذا المجال عشان مجال ادبي كمان وممكن يتراجع شوي خاصه اذا بدك تدخلي على العلمي؟ انا بفكر اني اجمع بين الرسم والتاليف، اصير اعمل قصص مصوره. جاي اسالك انه اذا 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 بتقدري تدمجي بين الفكرتين بما انك بتحبي الرسم والكتابه، فممكن تعملي قصص لانه كمان بتعملي كرتون، فبتطلع عندك القصص مصورة نصاً وصورة يعني. خاصة كمان الأطفال بحبهم نشوفوا أكثر إشي الرسومات، صور بالكتب اللي بقرأوها. صحيح، وما في أجمل من إنه شخص هو بيكون كاتب القصة وهو متخيل الشخصيات، هو يرسم هذا كل شيء. دائما بيكونوا الكتاب متخيلين شيء وبيجي رسام بيرسم شيء ملوش علاقة بالضبط زي ما تخيل الكاتب، فهذا بيساعد. خلينا نرجع نحكي شوي عن المواد، يعني كمان الورق اللي بتستخدميه هل هو متوفر؟ حكينا الالوان الوالد بجيبها من برا كمان لانها مش موجوده. نفس الشيء الورق، للاسف احنا في فلسطين ادوات الرسم محدوده فبنضطر نشتري عن طريق النت وبس، مش كل الاغراض للاسف بتدخلوا عنا. حنين، هاي الرسمه من الوان مائيه؟ لا، اكريليك. اكريليك، حلو جميل. هذه ايش؟ شكل وحده وفي ذئب هون. وكثير طلع شقدر فيها خيال وعمق، يعني هاي الصورة يعني فكرتها ألوان مائية أنا بالأول، تشبه قريبة شوي من الألوان المائية. طيب هذه كمان الألوان بتضل بتحتفظ بي ولا كمان بخمد حسب الورق جودتها ولونها لا استعملتها أنا ورق كويس بتحافظ بتضلها يعني عليها. هل بتحفظيهم بطريقة معينة غير أنك أنت بتغلفيهم بهاي الصورة عشان كمان الورق ما يصفر، يعني كيف تحفظيهم عندك في البيت؟ بخبيهم بمكان بعيد عن الجميع، ما بخليه خلاص احفظهم. بدك ترسمي لنا شيء صح؟ حضرة لنا شيء ترسمي لنا اياه. شو بدك ترسمي؟ كنت ارسم شخصية كرتونية على السريع. حلو، يلا. شخصية بنعرفها ولا من خيالك؟ لا، من خيالي. يعني ما نتحذر. بالضبط، هلا انا كنت ابلش اتحذر. يا بتستخدمي القلم الرصاص بالرسم؟ هذا من النت اشتريناه كمان، كويس يا الرسم. يعني مش موجود عندنا، ايش المميز فيه او المختلف؟ ده من خط زي قلم الرصاص، زي قلم الرصاص الخشب. يفرقوا هم في كثير انواع بتفرق، يعني في شيء مثلا بحل بتحسي بصير تقدر انك تعملي ضوء، بيوسخ كمان في شيء بيوسخ الورق فبيختلف. طب يلا نشوف شو بدها ترسم لنا. تحضري انت كرتون صح؟ احيانا في بعض الاحيان. يعني انه قصدي اللي بيحبوا يرسموا كرتون بالعاده بيحبوا يحضروا كمان، ياخذوا هيك افكار من الشخصيات. بالعاده قد ايه باخذ معك وقت الرسمات الصغيره مثلا؟ الصغيره مش كثير، بقعد 5 دقائق هيك اشي. عادة ترسمي بالرصاص اول؟ بالرصاص وبعدين بتبلشي تلوني؟ بخطط عليها بكلام حبر خاصة يال هاد. طب خلص مش لازم نحكي معك عشان تركزي في الرسمة. بلش بالعينين بالاول. بنفع نبدا من وين ما بدنا بس بفضل من العيون. انا بدك ورقه ترسم هذا على فكره. الرسم هو يعني مهم جدا لتفريغ عن هيك تفريغ نفسي كمان. بتحسي هذا الشيء عندك انه لما تكوني متضايقه تروحي ترسمي، ما تكوني فرحانه بترسمي؟ بهدا بروس. لازم تخترعي شخصية كرتونية انت معناته. في ناس بيسموهم كمان يعني بيرسموا خاصة بيصير اسمها هيك. حلو الوانها كمان صح.
في واحدة هناك بتشبه السنافر. هذه كمان هاي متوفر عندنا الصوف يعني هذا صح؟ اه متوفر. الالوان اللي بتجيبيها بتوصيها بتكلف كثير يعني بتكلفك مثلا؟ يا الصوف؟ لا الالوان. اه بتتكلف. هلا انه وانت صغيره يعني بلش هذا الموضوع النسيج والرسم هذا يعني النسيج لإلي نسيج تقريبا 3 سنين هيك شيء بدت فيه. اه اوكي بس الرسم انه وانت من وانا صغيره بالمدرسه. بلشت توضح الصوره. بحس الشغلات الرسمات الكرتون الشخصيات الكرتونيه بحسهم كلهم يشبه بعض. عشان عينهم يكون كبار نفس الشيء. بس الشعر ممكن يختلف. بس فيش حدا في الطبيعه هيك شكله يعني صح؟ لا اكيد الا اذا في المريخ ممكن تلاقي. بس هذا هيك الستايل الياباني هي الكرتون الياباني هم هيك اللي اخترعوا. عملوا عيون كثير كبيره عشان عيونهم عشان بالعكس المشاعر بالعيون بيبين مشاعر افضل. شوف كيف الاقي الرسمه نصها مبسوطه ونصها زعلانه. على السريع عملت الشعر. الشعر سهل. يمكن عشان كنت ارسم الاشياء اللي اكثر تبين حقيقيه فكان اكثر شيء صعب عندي الشعر عشان بدك تعمليه زي كانه يبين حقيقي. تعملي لمعه بدك تشعره بشعرتها واللمعه اصعب من اللي بيكون كرتون. خلص تورجينا صور اسمعتك مره جاي تستضيفيني الاء. خلص عندي مواهب كثير. مجموعه من الرسمات. والله كثير حلوه. نفرجيها للكاميرا. كثير حلوة عن جد. خليها هذا لسه هيك يا دوب ثواني وصارت جاهزة الرسمة. شوفها على الكاميرا فعلا على السريع. هذا خلص الموهبة بتبين بالضبط. بدهاش وقت. طيب شكرا كثير لك حنين وبتمنى لك كل التوفيق وهيك ان شاء الله بنشوف رسماتك في معارض. صح ان شاء الله. في عندك هناك اشياء بس بتحكي لنا عنها. هي قصة مصورة جربت اعمل واحدة كبداية. ايش بتحكي عن شو كانت فكرة القصة؟ انت رسمتيها. كانت عن كائن غريب يجي لوحدة. واو. وبيكشف عن ذكرياتها. جميل. حلوة الفكرة. بتكون شو اسمه لاعبة باليه بتلعب ترقص باليه وبصير لها حادث من واحدة بتكرهها وبتفقد قدرتها على الرقص. طب وكتبتي هذا الاشي ولا بس صور؟ بس صور. مش مفكرة انك تعمليها زي قصة مكتوبة وبما انك راسمة وجاهزة؟ ان شاء الله بعملها بالمستقبل. وبتتجوز بالنهاية الشخص اللي بتحبه بس بصير في حادث وبيموت فهو بنصدم لانه ماضيها حزين. بيجي بده يشوف يطلع على وجهها لكن هي لساتها بتبتسم مبسوطة. مؤثرة. شكرا. عن جد حلوة. شكرا لك حنين استمتعنا معاكي متمنى لك كل التوفيق. بتحبي تحكي كلمة أخيرة أو رسالة أو شكر يعني سواء لأي حدا عنده موهبة أو لأي أهل يعني لازم يدعموا أبنائهم أو حتى لأي ناس لازم كمان يركزوا على مواهب الأطفال والشباب ويدعموها. لازم يشجعوا كثير مواهب أطفالهم. بيقدروا يستغلوهم بإشي يعملوا معارض لما يكبروا. بتقدر تعبر عن مشاعرهم أشياء. لازم يشجعوهم كثير على هذا يطوروا مواهبهم. نعم شكرا لك حنين. شكرا لوقتك. أتمنى لك طبعا مزيد من النجاح والإبداعات والرسمات الحلوة زي هاي. شكرا لك. شكرا. ننتقل لفاصل قصير ومكملين معكم. ابقوا معنا.